لو ريحتني وعملت غيري لعبتك سلمون. الله يسلمك يا سيدي. تفضل خوي. شكرا. فرصة طيبة. تشرفنا بالمعرفة. اللي يخلي لي اياك يا رب. جراتسي. مع السلامة. الله معك. مع السلامة. تشرفنا. تفضل. بالمناسبة أنسة جمانة. أنا ما دقت مثل أخوتك بحياتي. على فكرة. أنت صاروخ حقيقي. قنبلة موقوتة، فتنة خلابة، الله هو جيرنا، خليني اهرب احسن شيء. الله معك، الله معك بخير وبركة، مع السلامة. بونسوار. بونسوار مسيو. اهلا وسهلا، تفضل. شكرا. حضرتك المسيو الشربي صاحب المحل على ما اعتقد. ايوه، اي خدامي. انا اسمي مراد طرني وعندي خاتم الماس نفيس حابب بيعه. على عيني، ممكن تشوفه شوي؟ تفضل. الحقيقه هالخاتم تقيل وغالي شوي. يعني قديش بتقدر سعره؟ يا سيدي أنا بشتري منك بسعر نهائي. أربعمائة ألف ليرة. مو قليل هيك مسيو شربيل. يعني لا تنسى إنه هالماس أفريقي وصقل طلياني. بعرف مسيو مراد، بس أنا مصلحتي اشتري منك بأربعمائة ألف. تفضل. بس هذا بالمؤاخذة مسيو شربيل، انت عم تعطيني سعر وكأنه الخاتم مسروق. لا 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 ابدا، مو هذا الاصل. طيب حبيبي، حتى تطمن اكثر، انا معي شهادة المنشأ دايموند سيرتيفيكيت، قيمة الشراء 700 الف ليرة سوري، اي ما يعادل 14 الف دولار. معك حق مسيو طراني، الخاتم ما لي اشكالات ابدا، والسعر مكتوب بالقسيمة، بس انا ما بقدر ادفع اكثر من هيك ابدا. يعني هذا اخر كلام؟ اي والله يا حبيبي. نيفر مايند، اتس اوكي. موافق على السعر؟ امرنا على الله مسيو شربيل، تفضل. على عيني. بس عدم المؤاخذة، ممكن اسألك سؤال؟ تفضل. طالما انت شاري الخاتم بالغالي، فليش عم تخسر فيه كل هالمبلغ الكبير؟ لأنه بصراحة لازمني مصاري، ومشان هيك تساهلت معك. ايه، الله يفرج علينا جميعا. امين يا ارحم الراحمين. تفضل مسيو طرني. شكرا مسيو شربي. أهلا، شكرا وسهلا. جزيلا. اهلا وسهلا. شرفنا بالمعرفه. اهلا يا سهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. جراسي جراسي. ثانك يو ا لوت. ويلكم. الو. مرحبا لطفي، لك دخلك بدي اسألك. انت بايع خاتم الماس ذهب ابيض كوارتاريوم مارفلس دايموند لشخص اسمه مراد طرني؟ ايه ايه، مراد طرني اسمه. اليوم قبل بشي نص ساعة. ليش عم تسأل السؤال؟ لك شو ليش؟ يلا يلا جاي لعندك فورا. يعني دفع لك حق الخاتم 700,000 ليرة؟ ايه نعم، وعطاني شيك بالمبلغ. شيك؟ شو عرفك انه الشيك له رصيد؟ شو عرفني برصيد؟ انا ما شكيت بالزلمه بنوم، اعطاني عنوانه ورقم تليفونه وكرته وبالعلامه اليوم مسافر على اليونان. معناتها اكلتها بجنابك يا لطفي. لك شو اكلتها بجنابي؟ انا طول عمري بتعامل بالشيكات وما حدا نصب علي. اكيد هذا بده يهرب على اليونان، اصلا منظره منظر محتال دولي. بحاجه تقمط لي قلبي بقى. مو مساله تقمط لك قلبك، بس شغلي فيها انها
شلون بيشتري منك 700 وبيبيعني نفس الخاتم بعد نص ساعه ب 400؟ معناها هالشيك مزور. شلون بدنا نتاكد؟ بدك تنتظر ليوم السبت لحتى يفتحوا البنوك. يا حبيبي وانا شلون بدي يجيني نوم من هون ليوم السبت؟ اصبح ما في غير انك تتصل بالشرطه قبل ما يسافر الزلمه وتصير بخبر كان. ما عم تقول انه عنوانه معه؟ ايه صحيح. اصبح شو منتظر؟ الاحتيال واضح. ايه يلا يلا. حضرتك مراد طرني؟ هنا عم خير. شوفني شرف معنا اذا بتريدوا بدون مقاومه. شرف معكم لوين؟ على الجنائيه. على الجنائيه؟ خير لا سمح الله. نحن ما بنعرف شيء. شرف على السياره. شلون ما بتعرف شيء؟ انت ها؟ انت ما بتعرف مين عم توقف؟ انت عم تدخلني. حرك لا تدخلني. تبدا اني لازم اعمل هالشي وعملته. ما بعرف هو الكلام مع عدل الرباط ولا الناس مع عاد وثقة حدا ولا ما بعرف. المهم حسيت اني لازم اعمل هالشي وعملته. صحيح انا ما بنكر منوب. وليش لحتى انكر اصلا؟ انا مالي اكل باذنجان مر حتى يمغصني بطني. يعني هالشيك حقيقي ام لا؟ ما بعرف. شلون شايف حضرتك؟ انا اللي عم بسالك. طبعا حقيقي يا صديقي. ولك رصيد بالبنك؟ يا سياده المحقق، انا عم بحكي معك بالعربي فلا تفهم علي بالتركي ارجوك. انا يا اخي زلمه ابن عالم وناس والي سمعه والي مصالح مع البشر، ما بقدر فرط بسمعتي وشوهها، مشان شافت خاتم لا راح ولا اجا. طيب على فرض انه كلامك مزبوط والشيك فعال ونظيف، اللي شو اللي خلاك تخسر 300 الف ليره سوري بظرف نصف ساعه؟ يعني مثل اللي عم كب مصاري ببلوعه بصراحه. يعني امنت بالله على هالقصه؟ ولك حبيبي انا حر بتصرفاتي، حدا اخو مرائي شي؟ يا سياده المحقق انت لازم يكون عندك سبب وجيه لاستدعائي، وطالما ما تاكدتوا من اني مرتكب فليش عم تعطلوا وقتي؟ طب ممكن تقعد بادب وتنزل رجلك؟ نعم؟ ليش؟ فهمني ليش؟ إيش هو أنا قاعد بمدرسة؟ العود بأدب قال؟ ليش إذا قعدت على راحتي طار الأدب مني؟ صرت قليل أدب؟ يعني إذا لفيت رجل على رجل معناتها الشيء إني ما عم بحترمك؟ احترامك متعلق برجلي؟ ولا أنا قاعد قدام أبي ومالي حاسس؟ طيب طيب وبعدين يا مراد؟ وليش عم تنادي لي يا مراد؟ أنا عم أقول لك سيادة المحقق بتناديني بالسيد مراد. تكرم تكرم سيد مراد. لكن خليني أقوم أمشي، دوبي ضب أغراضي، طيارتي الساعة 1:30. يعني مصر على السفر؟ شيء. وليش لحتى ما أسافر؟ مين بيمنعني؟ أنا والحمد لله قاعد بدولة محترمة وأجهزتها محترمة والقانون فيها محترم. ولا شو رأيك؟ طيب. شو رأيك سيادة المحقق؟ طيب طيب ليكون مو هيك كمان. شو بدك تساوي السفر اللي؟ بتريد جاوبك كصديق ولا كمحقق؟ والله مثل ما بدك. كمحقق مو شغلك. كصديق عندي أعمال مهمة ومشاريع تجارية. ماشي. يا عاصم. عاصم. نعم سيدي. فوت لي الجواهرجية لطفي وشربل. حاضر سيدي. مساء الخير سيدنا. مرحبا سيدي. شو يا سيد لطفي؟ شو سيدي؟ السيد مراد بده يسافر الساعة 1:30. ما بيصير سيدي، ما بيصير سافر بنو. انت لو سمحت اسكت. شو يا لطفي؟ بدك تدعي على السيد مراد؟ طبعا سيدي بدي ادعي عليه وبدي افتح له محضر. ما احلاه يحتال علينا ونحن هيك قاعدين مثل الجدبان. اسفين يا سيد مراد، كثير اسفين. بدك تبقى بضيافتنا ليوم السبت. يعني أنا ممنوع من السفر؟ بالضبط. طالما في ناس عم تدعي عليك فأنت ممنوع من السفر. بس أنا عندي موعد بكرة مع تاجر كبير بأثينا، وإذا ما تم هذا اللقاء بيناتنا رح يسافر الزلمة على أمريكا ورح أطير الصفقة من إيدي. آسف
ما بقدر اخلي سبيلك طالما في جهة عم تدعي عليك. خير أنسي في شيء؟ لا لا ما في شيء. الشيك ما في رصيد ما هيك؟ لا شو ما في رصيد بس عندي دعسة الكيبورد عم تعلق. نحن آسفين يا أستاذ مراد. أنت مطلق الصراحة فيك تروح وين ما بدك. ها؟ مطلق الصراحة قلت لي. وين بتنصرف هاي برأيك؟ شو يعني؟ يعني حجز حرية مواطن ليلتين كاملتين شغلة سهلة كتير برأيك؟ نحن مشينا على القانون والادعاء بحقك اجا بصفة رسمية من المخفر. والناس اللي بسببهم حجزتوا حريتي شخصية شو رح تساوي فيهم؟ ابدا ولا شيء. ايه بس هنن كانوا السبب بسجني. بلدنا بلد قانون وبإمكانك تدعي عليهم. عظيم مو هيك رح ساوي. بس بتعرف بشو رح ادعي عليهم يا سيادة المحقق؟ بشو؟ انا كنت مواعد التاجر كوستا اتناس بمنطقة اسمها فوليا جيميني بجليفادا احد ضواحي اثينا بمطعم فونيكس على البحر مشان نوقع عقد من وراء ربح 14 مليون ليرة. وفي حال تخلفي عن الموعد بيضيع مني العقد والمبلغ وعندي الرسائل والبرقيات والفاكسات والإثباتات يلي بتدعم أقوالي ورح أبرزها للقاضي عند اللزوم. يعني بدك تطالب بالعطل والضرار؟ طبعا. حلو بس لسه السؤال اللي ما جاوبنا عليه ما زال قائم. شو هو بقى؟ ليش خسرت حالك 300,000 ليرة؟ ها سؤال وجيه جدا يا سيدي. السبب هو إنه يوم الخميس إجاني الفاكس فجأة بوجوب السفر والبنوك كانت مسكرة والكريدت كارت ببلدنا تعرف الكريدت كارت ببلدنا وكنت مضطر للسفر وبدي مصاري فركدت واشتريت الخاتم بشيك وبعته نقدي بأقل من سعره بكتير لأنه شو قلت لحالي؟ قلت لحالي يا ولد اخسار 300,000 ليرة أحسن ما تخلف الموعد وتخسر 14 مليون. وهي كل القصة. مكتوب عندك يا كمال: ثبت للمحكمة أن جميع أقوال مراد طرني صحيحة. الموعد مع التاجر، الطاولة المحجوزة في المطعم في اليونان يوم الجمعة، الفاكسات المتبادلة وكذلك الرسائل. لذلك وبناء على ما تقدم يلزم المدعو لطفي الشيطاني بدفع مبلغ قيمته 10 ملايين ليرة لقاء العطل والضرر الذي طالب به المدعي. ينفذ هذا القرار حكما وجاهيا غير قابل للاستئناف. يعطيكم العافية. شكرا سيدي.